يا خبر أبيض، إيه اللي بيحصل هنا ده؟ أنتوا عندكوا فكرة؟ ليه يا كينجو؟ أنا ما أعرفش. وأنا كمان ما أعرفش. ولا أنا. أنا هسأل مانو، يمكن هو يعرف إيه اللي حصل. مانو، أنت هنا؟ مانو، أنت سمعني؟ أنا جاي، أنا جاي. حد بيندهلي؟ ياه، المكان هنا متبهدل خالص. أهلا يا مانو، أنا آسف لإزعاجك، بس أنا بحاول أعرف مين اللي لخبط المكان كده. أنت عندك أي فكرة؟ لا، يمكن داني يعرف، ما تيجي نسأله. أهلا، أهلا يا جماعة، أنا كنت إيه اللي حصل للمكان هنا؟ هو ده بالظبط اللي كنا هنسألك عليه. ها، يمكن مانو السبب. ما هي قطه تشبه لكده. ايه ده؟ لا مش انا، انا ما عملتش حاجة داني. ها، وانا برضو ما عملتش حاجة بأمانة. اهدوا، اهدوا شوية يا جماعة، يمكن يكون ده وقت مناسب لأغنية، وحنختار أغنية بتتكلم عن الصدق. هايل، مهم دايما اننا نقول الحقيقة. كينجو، انا بقول الحقيقة مش انا السبب. وانا كمان ما عملتش حاجة. اهلا يا كينجو. اهلا، ادينا لقينا حد ما سألناهوش لسه. ازيك يا ناني، تعرفي مين اللي عمل الفوضى دي ولخبط المكان؟ انت اللي عملت كده؟ ازاي؟ انا مش فاهم. يعني جماعة اصحابي جم عشان يشوفوني امبارح بالليل، وقعدنا ناكل ونهيص، متهيالي اننا نسينا نفسنا شوية، بس انا كنت ناوية اروق المكان. انت اللي عملت كده؟ ده انت كنت هتوقعينا في مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة قوي قوي. ما فكرتيش ايه اللي كان ممكن يجرالنا؟ ما انتش مكسوفة من نفسك؟ مانو، ناني خلاص اتأسفت وهتصلح الفوضى اللي هي عملتها، لكن اهم حاجة ناني عملتها انها قالت الحقيقة. ايوة طبعا، متهيألي ده وقت مناسب عشان اقول لكم حكاية من الكتاب المقدس. يا سلام حكاية، انا بحب الحكايات قوي. أيوة يلا بينا، أهو قاعد هناك أهو، يلا بسرعة يا مانو، يلا. الحكاية اللي هحكيها لكم دي عن ولد صغير قال الحقيقة مع إنها كانت مؤلمة. الولد ده كان اسمه صمويل، وكان ولد كويس قوي، وكان عايش في هيكل ربنا مع عالي الكاهن. وكان صمويل بيحب عالي الكاهن وبيعمل كل حاجة بيطلبها منه، وده خلى ربنا يبقى مبسوط من صمويل. ولما عالي الكاهن كبر في السن، كان المفروض إن ولاده الاتنين يحلوا محله، بس هما كانوا وحشين قوي وما بيسمعوش كلام ربنا.
وفي يوم جه لعالي الكاهن راجل بتاع ربنا، والراجل ده قال له: ربنا اختار واحد غيرك عشان يبقى كاهن ليه، واحد يكون أمين وبيطيع ربنا. وفي يوم صمويل كان نايم بالليل على الفرشة بتاعته في بيت ربنا، وفجأة سمع صمويل صوت بينادي عليه: صمويل. وافتكر ان عالي الكاهن بيناديله، فجريله وقال له: انا هو، عايز حاجة؟ انا ما ناديتكش، ارجع تاني على سريرك. قام صمويل رجع، لكن مرة تانية سمع حد بينادي عليه: صمويل. فصحي وجري لعالي الكاهن وقال له: أنا هو، عايز مني حاجة؟ رد عالي: أنا ما ناديتش عليك، روح وارجع نام بقى. صمويل ما كانش عارف إن اللي كان بينادي عليه هو ربنا، وسمع حد بيناديله تاني: صمويل. فصحي وجري على عالي الكاهن وقال له: أنا هو، عايز مني حاجة؟ يمكن كانت مامته بتناديله، أنا مامتي بتنده علي على طول: داني داني. الظاهر إن كان في حد بيهزر مع صمويل. ما حدش كان بيهزر معايا يا منو، بس لما الحكاية دي تكررت 3 مرات عالي الكاهن فهم أخيرا إن ده كان صوت ربنا بينادي على صمويل، فقال له: ارجع سريرك ونام تاني، ولما تسمع حد بينادي عليك قول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. ورجع صمويل لسريره، وبعدها بحاجة بسيطة سمع الصوت تاني: صمويل. فرد صمويل: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وربنا قال لصمويل إنه هيعاقب عالي الكاهن وولاده الاتنين لأنهم ما كانوش بيطيعوا ربنا ولا بيخافوه. ونام صمويل للصبح، وما كانش عايز يقول لعالي الكاهن على اللي ربنا قاله له، لكن عالي الكاهن ناداله وقال له: ها، ربنا قال لك إيه؟ قول لي على كل حاجة. صمويل كان خايف، بس حكى لعالي الكاهن على كل حاجة ربنا قالها. فرد عالي الكاهن: دي إرادة ربنا، واللي هو شايفه حيكون. صمويل قال الحقيقة، ودي حاجة فرحت ربنا. ربنا فرح جدا بصمويل لدرجة إنه خلاه نبي ليه. مبسوط انك عملتي كده، اصلي كنت هبتدي اقلق شويه. دايما لما بنقول الحقيقه ده بيخلينا نرتاح. الكذب دايما هو اللي بيدخلك في مشاكل، ولما تبتدي بكذبه واحده بتجرجر وراها كذب كتير. ها، عرفتوا بقى اننا لازم نقول الحقيقه؟ انا عرفت. وانا كمان، انا بحب اقول الحقيقه. وأنا كمان. طيب، إحنا تقريباً وقتنا خلص، بس قبل ما نمشي تعالوا نساعد ناني وهي بتروق المكان، وإحنا بنساعدها هنسمع أغنية. لو كلت اللي بابا قال لأ عليه، ووشك كله تلح وسبي، وسألك بابا وقال في إيه، أحسن حاجة مين نسي باب الشقة مفتوح، خلى القطط تيجي وتروح، إياك والكذب ده شيء مفضوح، أحسن حاجة تقول الحقيقة. كبيت العصير على الكرسي وقمت بسرعة عشان تمشي، لو كنت ناوي ما تقولش، أحسن حاجة تقول الحقيقة. بل كده عمره ما يوم يحميك، ومش
وادي المكان هيرجع نضيف وأحلى من مكان. باي باي كلكم.